مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ديوان الصحافة اللي من خلاله راح نتناول معكم ونشوف أبرز وأهم عناوين وأخبار جرائدنا وصحفنا الصادرة ليوم الاثنين اليوم مشاهدينا الكرام يمكن أغلب صحفنا المحلية اختلفت عناوينها وتنوعت من صحيفة إلى صحيفة أخرى وإن كان هناك يعني البعض ركز على موضوع او اعلان النائب صالح عاشور عن عزمه تقديم استجواب يوم الثلاثاء لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك هذا الموضوع وهذا الاستجواب هو محاوله تقريبا اليوم اهتمت به صحفنا المحليه وان كان يعني في بعض الصحف لم يكن هو الموضوع او المنشيت الرئيسي لكن يعني الاغلب العام كان في صفحات الرئيسيه وهو يعتبر يعني تطور خطير على العلاقة بين الحكومة وبين مجلس الأمة الجديد واللي يبدو كما تقول كما وصفته جريدة القبس بأنه استجواب الفخ لكتلة الأغلبية البرلمانية ويمكن حتى اليوم القبس يعني نوعا ما شان هجوم نوعا ما قد يكون عنيف ضد النائب صالح عاشور من خلال يعني عمود اركض يا صالح عاشور وبالتالي يعني وضع علامات استفهام كبيره على هذا الاستجواب المقدم خصوصا ان ان الصحيفه تقول بان النائب صالح عاشور هو اساسا من ضمن من اتهموا بموضوع الايداعات المليونيه هذا كلام جريده القبس وبالتالي موضوع صالح عاشور واستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء راح يعني واضح ان خلط الاوراق وقلب الحسبه السياسيه ويعني اعاد العلاقه بين الحكومه مجلس الى المربع الاول كما كانت في السابق ويبدو ووضع كذلك الاغلبيه البرلمانيه بموقف محرج اما ان يرفض هذا الاستجواب ام ان يؤيد واليوم النائب مسلم البراك اكد بتصريح له مضاد وردا على اعلان عاشور تقديم استجواب بانه لن نكون كما كان نواب الا الرئيس السابق كما يقول او كما قال النائب مسلم البراك وبالتالي لن نوافق على الحاله الدستوريه او الحاله التشريعيه او الجلسه السريه وبالتالي يبدو ان المعارضه يعني ستمشي مع هذا الاستجواب وفق الادوات الدستوريه المنظمه للعلاقه بين الحكومه وبين مجلس الامه، عموما موضوع الاستجواب هو تقريبا كان اليوم الموجود اليوم في صحفنا المحلي بقيه العناوين يعني تقريبا متنوعه متفاوته، البعض الصحف ركزت على اليوم اجتماع مجلس الوزراء واللي اختار ثلاث مفوضين جدد لهيئه سوق المال يعني تقريبا بعض الصحف ركزت على هذا الامر والبعض الاخر يمكن على موضوع وزاره التربيه واعلان الوزير الحجره بعوده النظام القديم يعني بعض الاخبار المتنوعه من صحيفه لصحيفه اخرى لكن بقيه الاخبار يعني اليوم واضح أنه لا يوجد هناك منشطات قويه اللهم الا بعض الصحف لديها اخبار حصريه مثل الشاهد راح نشوف بعد قليل لديها خبر قد يكون حصري لم اره في جميع صحفنا المحليه هذا باختصار مشاهدينا لأهم وأبرز عناوين جرائدنا اليوم الاثنين خلونا نذهب كالعادة لصحفنا المحلية ونشوف ونبدأ بالشاهد اللي مثل ما ذكرت لكم البداية الشاهد لديه خبر حصل اليوم يتعلق بأن الجيش الأمريكي قتل أربع إيرانيين في البحر بسبب اقترابهم من مواقع حساسة للجيش الأمريكي ويمكن هذا الخبر غير موجود إلا في صحيفة الشاهد نشوف بقية عناوين جديدة الشاهد اليوم الاثنين زورقهم اقترب من موقع عسكري محظور رافضا الامتثال الأوامر بالتوقف الجيش الأمريكي قتل أربع إيرانيين في البحر نقل جريح للمستشفى الميداني العسكري والسادس ما زال مفقودا وعنوان آخر في الشاهد الشؤون تحويل كروت الزيارة إلى قامات عمل الدوسري استثناء رعاية الدول الموقوفة من الداخلية عنوان آخر عاشور يحرج رئيس الوزراء ويضع الأغلبية في موقف صعب يقدم استجوابه استجوابه غدا لقطع الطريق على لجنه التحقيق في الايداعات المليونيه. الامير تبرع بخمسه ملايين لنصره الشعب السوري. المتلقم للشاهد اقرار الكوادر غدا خلال اجتماع مجلس الخدمه المدنيه. كشوف المركزي حددت فوائد القروض استعدادا لاسقاطها تبلغ تبلغ سبعه مليارات والمستفيدون 650 الف مواطن. الهارون والفاد والعصيم مفوضين في هيئة المال وأخيرا البراك قطار البدون تحرك قال للشمالي ضبط نفسك أو قدم استقالتك هذه تقريبا هي عناوين جريدة الشاهد نذهب معكم مشاهدينا الاعزاء الى جريده اخرى وهي جريده الانباء ونشوف عناوينها الرئيسيه واليوم الانباء مركزه على موضوع الكوادر ويعني الرئيس الجديد للخدمة المدنية او مجلس الخدمة المدنية هو وزير المالية مصطفى الشمالي، مجلس الخدمة المدنية ينجز الكوادر وزيادات الثلاثاء برئاسة طبعا الشمالي، نذهب معكم لبقية العناوين. مجلس الوزراء اعتمد الشمالي رئيسا له وعين الهارون والفهد من مفوضين جدد في هيئة سوق المال للمدة المتبقية من عمر مجلس ادارة الهيئة. الروضان اجراءات صرف كادر المعلمين مطمئنه توجه لفتح الزيارات والالتحاق بعائل للسوريين. مصادر ميناء مبارك محسوم ولن نناقشه مع المالكي الامير يتبرع بخمسه ملايين دولار لمساعده الشعب السوري ويفتتح المؤتمر الثمنتعش الاتحاد البرلماني العربي اليوم العدساني الى المانيا لاستكمال العلاج واجراء فحوصات معتاده. هذه عناوين جريده الانباء وطبعا العدساني هو محمد العدساني وهو رئيس مجلس الامه الاسبق وليس طبعا رئيس ديوان المحاسبه. ننتقل الى جريده اخرى ومعنا الراي والراي اليوم مركزه على موضوع تهديد النقابات بالاضرابات كما تقول. شبح الاضرابات يعود هو عنوان رئيسي لجريده الراي نتابع معكم بقيه عناوين الراي. الشمالي رئيسا لمجلس الخدمة وزيادات الثلاثاء والتشريعية قرر تثمين خيطان عاشور يقدم استجواب المبارك تحت غطاء نيابي يدعم حق النائب في المساءلة الوعلان للجار الله في اجتماع الخارجية بعد نصف ساعة سيتم تداول كلامك في بغداد وطهران ما دام دشتي موجودا عنوان آخر إشادة نيابية بالمبادرة الإنسانية الأمير تبرع بخمسة ملايين دولار لدعم الشعب السوري عنوان آخر نقابة الطيران عن تعطل نظام الهبوط الفساد المستشري قد يتسبب بكارثة جوية مطالبة نيابية سريعة بفتح تحقيق والطبطباء يوجه أسئلة برلمانية إلى الإذينة أداهم أجهزة الطيران المدني مهترئة لا يتم تحديثها والفضل الامر يحتاج الى بحث وتحرر ومعرفه وض ومعرفه وضع الجهاز. عنوان اخر القرار صدر امس ويعمم على المناطق التعليميه ازمه طلبه الثانويه طويت بتعديل نظام الدرجات. احتساب الدرجات على اساس 70% للتحريري و30% للشفهي. هذه آه تقريبا هي عناوين جريده الراي. اذهب الى النهار والنهار اليوم عناوينه يتعلق باعلان النائب صالح عاشور عن عزمه تقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء. تضخم حسابات اشقاء بعض النواب هذا طبعا كلام النائب صالح عاشور خلال مؤتمره مؤتمر الصحفي في مجلس الامه نشوف بقيه العناوين. بالاضافه الى امتلاكهم عقارات تقدر قيمتها بالملايين وعاشور يستجوب المبارك غدا الشعبي عن مساءلة رئيس الوزراء لا تاجيل لا سريه لا احاله تشريعيه او الدستوريه اجتماع وزاري البحث تخصيص اراضي للرعايه السكنيه سجال بين دشتي والوعلان في اجتماع الخارجيه الجار الله توصيات المجلس بشان سوريه قيد الدراسه دشتي العداله الالهيه تقتضي من مجلس الامه تسليح الشعب السوري البراك لوزير المالية اضبط نفسك ومؤسساتك وربط الناس في البورصة واستجوابك مسألة وقت أكد أن الشعب تضع اللمسات الأخيرة لضوابط المناصب القيادية عنوان آخر أمر بضبط وإحضار ضيف الله بورميا وبريطانيا تطلب من الكويت تحديد هوية البدون أي تقريبا هي عناوين جريدة النهار ننتقل معكم الى جريده اخرى وصحيفه من صحبنا المحليه وهي جريده الصباح وعناوينها تتعلق باستجواب النائب صالح عاشور ويعني العنوان يقول مطالبات نيابيه بكشف ارصده اشقاء النواب وهي المطالب التي اعلنها النائب صالح عاشور خلال مؤتمره في مجلس الامه نشوف بقيه العناوين عاشور يؤكد انتفاخ حساباتهم البنكيه داعيا لجنة التحقيق بشان الإذاعات إلى تحري الحقائق في معرفة ممتلكاتهم. استجواب الإذاعات يقدم غداً لرئيس الوزراء من أربع محاور إحداها مجهول يعلن عنه اليوم. العدساني لا نقبل بهدر الأموال العامة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية. لجنة المرأة تبحث الحقوق المدنية اليوم والمالية تجتمع 12 الجاري لمناقشة الخطة السنوية سموه يفتتح اليوم المؤتمر البرلماني العربي الأمير تبرع بخمسة ملايين دولار للشعب السوري ثلاث وزراء يبحثون اليوم تخصيص أراضي للسكنية لمميزي جادون في حل المشكلة الحكومة ندرس توصيات النواب بشأن سوريا الجار الله لم نتحفظ على الأفكار المطروحة دشت النواب المتمنون الملف السوري قابوا عن الاجتماع. ادويسان يقترح اسقاط عضويه من امتنع القضاء عن النطق بالعقاب. بيت الزكاه 13 مليونا ل 12 الف اسره من البدون. هذه تقريبا كانت هي عناوين جريده الصباح. نذهب الى جريده الوسط ونشوف عناوينها واللي تعلق كذلك في موضوع استجواب عاشور للشيخ جابر المبارك عاشور يستجوب المبارك هذا هو العنوان الرئيسي لجريده الوسط من اربعه محاور ويطالب فيها بتحويل النواب والوزراء والمشتبه بهم للتحقيق عنوان اخر مكرمه اميريه لغاثة الشعب السوري الطريج لدشتي السعوديه تاج راسك وراس اهلك ايها الحاقد الجراح رئيسا للاركان والبراك استقاله محافظه المركزي دليل ادانه للشمالي واستجوابه قادم مؤكدا عدم تسفيه اي استجواب مثلما فعل نواب الا الرئيس هذه تقريبا كانت هي عناوين جريده الوسط ننتقل إلى الكويتية والكويتية اليوم عناوينها يعني تخالف جميع صحفنا المحلية وتتعلق في موضوع أحد موظفي الدولة اللي يمتلك مئات الملايين كما تقول وتشير إليه الكويتية موظف حكومي يملك مئات الملايين من هو هذا الموظف يا ترى العلم عند الكويتية يعني نشوف بقية أخبار الكويتية الوظيفة الحكومية يمكن أن تدر على صاحبها ثروات طائلة اللعبها صح قصور وعقارات وشاليهات وسيارات تمثل نقطة في بحر ثروته يتنقل بطائرة خاصة للتزلج فوق جبال سويسرا عنوان آخر تأجيل ملفي الكوادر وسوريا حتى عودة سمو الرئيس المنصوري كادر جديد للإطفاء وعنوان آخر والد الفقراء خرج من العناية المركزة وهو عبد الرحمن الصميط اللي نتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله تعالى ضبط واحضار لبرمية اللي عن تنفيذ حكم لصالح الحميضي هذه عناوين جريدة الكويتية اللي واضح انها تختلف اليوم عن اغلب صحفنا المحلية امامي جريدة القبس ومثل ما ذكرت لكم قبل قليل القبس اليوم يعني واضح انها قاعد تغمز وتلمز بالنائب صالح عاشور وعنوانها يقول استجواب عاشور الفخ الأول للأغلبية البرلمانية هذا هو العنوان الرئيسي لجريدة القبس الشعبي والتنمية يرفض الإحالة الدستورية أو التشريعية وتحويل تحويل الجلسة والجار الله يشرح اللجنة الخارجية الموقف من الملفات الإقليمية تكليف الوزراء بإعداد مرئيات لمشاركة الشباب في صنع القرار والشمالي يخلف الحمود في الخدمة المدنية والنائب العام أعلن حفظ البلقات الثمانية المقدمة من الداخلية ليس لدينا دليل واحد على جرائم الفرعيات واتحاد العمال اقرار الكوادر او الاضراب وطبعا مثل ما ذكرنا موضوع اركد يعني شانين هجوم عنيف القبس على النائب صالح عاشور في عمود وفقره اركد في الصفحة الأولى ومن أراد المزيد يراجع القبس الوطن عنوانه يقول المعارضة مع السجواب عاشور من حيث المبدأ أطلقوا لآتهم لا تأجيل لا إحالة التشريعية أو المحكمة الدستورية أو لشطب الاستجواب مصدر حكومي قسم قسم الفصل